أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا المساء الجميل. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الثامن، وهو شوط خاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالحجائج الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع مع هذه الأسامي ومع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر ضمن هذه الانطلاقات والتحديات، ومع هذا السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع المباشر على الصدارة والمقدمة، والرمح لحمد بضبيب بن علي العامري من ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، يلي مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى التقدم والتسلل والانطلاق من الجانب الآخر. بدأت الأسامي مشاهدينا متابعينا الكرام، والقدوم أيضا مع هملول المسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي ياتي ثانيا، ومع المركز الثالث التسلل المخلاب لناصر بن سالم بن حمد العويسي. نتابع المركز الرابع، رابع الانطلاقات، رابع التحديات، مشاكل سعيد بن راشد بن حمود الدرعي. بينما إذا انطلقنا من الجانب الآخر على مستوى المركز الخامس، تحديات الغالي لصالح بن بنية بن صالح الهرفي البلوي متابعا لهذا الانطلاق على مستوى المركز الخامس والسادس. المشاهدين متابعين الكرام مسبار بهذا الشكل والفريد والمتميز، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي مقدما لمسبار المركز السابع. المركز السابع الوصول والتقدم والتسلل والانطلاق والتحديات مع الكوبي بشعار احمد بن عبد الله بطير العامري. بينما انطلقنا مع المركز الثامن، ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات، مخلاب لناصر بن جابر بن علي المري. ومع المركز التاسع يصل هملول محمد بن دوده بن سالمين العامري، ياتي على مستوى المركز التاسع. وعاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، عباب شوين بن سعيد بن شوين الكتبي يعلن تقدم عباب على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الاسامي المتقدمه في هذا الشوط. ولكن ارى هناك ايضا اسامي والشعارات لم يحن دخولها الى عالم الاذاعه، نترقبها في اللحظات أخيرة في الأمتار النهائية، حيث أن مسافتنا هي الأربعة كيلومترات كفيلة بالتغييرات حتى خط النهاية. نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط واللي يقود هذه الجموع بهذا الانطلاق الواضح والباين. مخلاب على الصدارة، مخلاب على المقدمة، ناصر بن سالم بن حمد العويسي القادم من السلطنة مع تحديات مخلاب، يلي مع المركز الثاني. مع المركز الثاني الرمح لحمد بن ضبي بن علي العامري، ومع المركز الثالث التسلل مع الكوبي بشعار حمدان بن حمد بطير العامري مقدما لتحديات الكوبي. ولكن من الجانب الاخر مسبار ايضا يتسلل بدوره على مستوى المركز الثالث، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي. ومع المركز الخامس، خامس الانطلاقات، يصل عباب مع المركز الخامس ذكرناه، مع المركز العاشر يتسلل باين وملحوظ. ولكن اللي وصل من الجانب الاخر، التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات. نتابع القدوم والتسلل ايضا مع الاسامي القادمه، التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. العابر لعلي بن حميد بن خميس اليديلي، يصل ليديلي مع المركز الرابع، خامس الانطلاقات، خامس التحديات، دحام لعبد العزيز بن سيف بن علي بكليب الكتبي مقدما لهذا الاسم. وارى الهجوم والتحديات القادمه، مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن الانطلاق الواضح مع الكوبي اللي انطلق بناموس هذا الشوط. الكوبي على الصدارة، ولكن أرى التغيير
والتسلل ملهم محمد بن عيوب الكداش العامري، ولكن الكوبي من الجانب الآخر حمدان بن حمد بطير العامري مقدما للكوبي، واللحظات الأخيرة أعطية التعليمات، ولكن الصدارة مع ملهم محمد بن عيوب الكداش العامري، والكوبي من الجانب الآخر، الكوبي يتسلل ينتزع ناموس هذا الشوط حمدان بن حمد بطير العامري. أهالي الهير والله أيضا بهذا الانطلاق الجميل والرائع، سلام للهير، سلام تهانينا لحمدان بن حمد بطير العامري على فوز الكوبي بالمركز الأول، ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني منهم محمد بن عيوب بن كداش العامري، المركز الثالث لعبد العزيز بن كليب الكتبي، المركز الرابع ياتي العابر لعبد الله بن عبيد بن عمير الكتبي، ومع المركز الخامس العابر لعلي بن حميد بن خميس اليديري. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الكوبي إلى خط النهاية، ياتي بتوقيت زمني مقداره ولحظات الوصول إلى خط النهاية 5 دقائق 52 ثانية 9 الزاوية الثانية. تهانينا لحمدان بن حمد بطير العامري، وسلام الهير، سلام بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي ايضا بهذا التقدم ملهم 5 دقائق 54 ثانية 3 الزاوية الثانية. تهانينا محمد بن عيوب بن كداش العامري واللي وصل مع المركز الثالث، هذه لحظات الوصول ايضا مع ثالث المراكز 5 دقائق 56 ثانية و5 أجزاء من الثانية، هو توقيت دحام. تهانينا لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، تهانينا للجميع والناموس.